حاج بن يوسف هنا في تاجونا هناك عرش واحد ام عروش متعدده؟ كاين عرش واحد هو تاع سيدي محمد بن يوسف. انتم في بالنسبه للانتخابات ما عندكمش مشكل في الانتخابات؟ ما عندناش دائما عرش الاتحاد. وش الاحوال هنايا في تاجونا في الجانب التنموي الجانب الناس مواله هنا يتعمدوا على المواشي تربيه المواشي المواشي شنو الانتاج المهم هنا وشنو اللي تنتجو تاجونا؟ شنو كاين حاجه اقتصاديه تنتجها تاجونا في حد الساعه؟ كاين المواشي المواشي فقط.